السلام عليكم سيدي. احنا اليوم في هذا اليوم الجمعه مشينا سيدي البراج، ملي لحقنا ليه سيدي تصدمنا. شوف سيدي شنو لقينا، جايب الماء ابدا. شوفوا سيدي هاد البلاصه، راه كان الانسان ما يقدرش يقرب ليها، كان الماء حتى يوصل فوق ظهري تاع هاد الشجر. دابا شوف الدنيا كامله خوات، الله يكتب السلامه، مبقاش فيه ابدا. الدنيا كاملة كانت عامرة سلة جيتها هي بشير، دابا سبحان الله العظيم مبقات فيه حتى حاجة. هاد البلاصة اللي كندرج فيها يمكن خاطئة. شوف تنبرك تتبقى البلاصة، يعني خطر الواحد يقرب عندو. سبحان الله العظيم، شوف الحايط، الحايط تقريبا هبط، الما مبقاش قاع. هانتوما سيدي شو الحيط، يعني الماء ما بقاش ابدا، بقى واحد شويه خانز ما فيه ما يتشاف. السلام عليكم. هنا الاخوان والاخوات كنشوفوا هاد الصور المحزنه، هاد الصور المبكيه. الان نقارنها بالزمن الجميل، نقارنها كما كتشوفوا صور مبكيه حقا محزنه جدا. قارنها فيما مضى من سنوات عندما كان المطر منتظم، كانت البركة ديال هاد البراج ديال السمالة كانت ممتلئة، منظر جميل جدا، كانت ممتلئة بالمياه والربيع. سبحان مبدل الأحوال، الله يرحمنا وصافي.